ورا مهرجان الجونه ومن ورا اي مكان بتكوني فيه طبعا. ربنا يخليك. عايزين نتكلم عن تجربتك في مهرجان الجونه، شايفه المهرجان ازاي؟ شايفه اطلالات الفنانات وانت المختلفه دايما على ربنا يخليك ورسي. لا كله حلو قوي طبعا، وكل حاجه متنظمه حلو جدا جدا، وبجد حاجه مشرفه، مش كلام وخلاص يعني. انا عارفه ان كلنا بنقول كده، بس هو فعلا مهرجان الجونه حاجه تشرف ان الواحد بلده بتعمل حاجه زي دي بالحجم ده، فحاجه حلوه قوي، وكله بيلبس حلو. واكتر حاجه بحبها بصراحه ان الواحد يعني يبقى شبه نفسه قوي يعني، فهمني. فاللي هو انا كانت الناس عماله تقول لي لا مش هتلبسي التيشيرت على الريد كاربت وبتاع ومش عارفه ايه، فما سمعتش كلام اي حد كالعاده. يعني انا بقعد اسمع من هنا واخرج من الناحيه الثانيه، فحسيت ان انا عايزه استعمل الريد كاربت اني ابعت رساله. ودايما انا رسالتي بقول زي الهاشتاج اللي انا لابساه always wear your smile، اللي هو دايما نبتسم ودايما نضحك، وهي دي الحاجه اللي خلتني افايت المرض. فحسيت ان انا عايزه ابعت الرساله دي واشجع الناس واريز اويرنس على البريست كانسر. انت كمان حاربتيه في مسلسل كامل، التجربه دي ما كانتش صعبه او مؤلمه نفسيا بالنسبه لك انك بتعيدي تاني كل التفاصيل بتاعت رحله العلاج؟ هي كانت من خلال يعني كان ديورنج العلاج، انا اوريدي كنت وقتها باخد كيمو وبتعالج لما عملت حلاوه الدنيا، فكان في عزها، وبالعكس ما طلعش مني اني اكتئبت او كده، بالعكس شخصيه هبه كانت لذيذه وبتهزر وكده، فخلاني اخرج خالص من مود التعب والوجع وكده. الناس كلها شافت شر غير تقليدي في رحيم، فالشر ده جواكي في حاجه منه ولا لا؟ والله لا خالص، بالعكس يعني الحمد لله محمد سلامه المخرج طبعا عرف يطلع مني حاجه انا ما كنتش متخيله انها موجوده، يعني الحمد لله. هنشوفك في ايه بقى الفتره اللي جايه كمان ان شاء الله؟ لسه بجهز ان شاء الله، يعني بقى اكسبلور كده وبشوف ايه الدنيا، فان شاء الله تبقى حاجه حلوه قريب اكيد. الموضوع صعب شويه في الاختيار انك تلاقي حاجه مناسباكي في تفكيرك برضو في حاجات، ولا الفن النهارده ممكن نلاقي فيه برضو حاجات مميزه تناسبك؟ طبعا في حاجات مميزه وفي حاجات كتيره حلوه قوي قوي، بس كل واحد بيبقى ليه يعني الستايل بتاعه او الحاجات اللي يقدر يعملها او تشده او كده. فدايما انا يعني باخد وقتي، انا ما مثلتش كتير اصلا، انا واخده الموضوع بالراحه جدا، مش مستعجله خالص، عايزه اللي هو لما اعمل حاجه تسيب بصمه وتبقى مهمه بس. زي رحيم طبعا دايما كل شغلك مميز. ميرسي، ربنا يخليك.